اليوم بدنا نحكي عن فقرة التجميل عن الأطفال، كيف بدنا نتعامل مع الأطفال في المناسبات وفي أي شيء بخص الطفل في مناسبات أعياد، أفراح، أي شيء، مناسبات المدرسة. فضروري استشوار شيء طبيعي، بس مش ضروري، مهم إن كل يوم نعمل لطفلة أو طفلة استشوار كامل، لأن أول شيء بتلف شعرها وبنضيع براءة الأطفال، وضروري جداً شيء بسيط يفرح الطفل ويعطيه يشعر بالسعادة، بس يكون إشي سمبل وناعم، مش زي الأيام هاي منشوف أشياء كتيرة، تسريح زي كأنها صبية كبيرة ضاعت الطفولة تاعتها وراحت، وهذا الإشي مش حلو كتير. يعني بنطلع أفراح ومناسبات ومنشاهد هاي الأشياء. فاليوم إحنا بنحكي عن إشي مهم زي الطفلة ليليان نعومة بتجنن، مش حلو إنه نيجي وجه زي هيك نعزقها ونعمل لها أشياء أوفر. بدنا نعمل لها إشي بسيط جدا بس حسسها بالفرحة المعتادة، يعني اللي الطفل يفرح فيه ويحس حاله رايح على مناسبة وعامل إشي منيح. ست بيت بتعرف شو يعني إنها تجدل وجدلات للصغار، يعني ما بتخيل حد الأيام هاي ما بعرف يجدل، كل بعرف يجدل. وليليان هايها بتحب الجدلات كتير، فعشان هيك أو أكثر البنات بحبوا الجدديل، حتى الكبار على فكرة بحبوا الجدلات. فهون راح تطلع ليليان بتجنن لأنها عملت لها أنا جدلات هون، عشان إيش أقدر أعمل لها جدولة تانية من هون. عم نسوي لك جداديل بجننوا يا ليليان، وتروحي فيهم، بتقدري تروحي فيهم على المدرسة كمان، وبتقدري بالعيد تخليهم ماما تعمل لك. خليك رفعة حالك زي ما كنت في الأول، شاطرة، برافو عليها ليليان. لها نعيما ليليان، نعيما حبيبتي، حبيتي حالك؟ هيك خلصنا شعرات الطفلة ليليان، إن شاء الله يكون عجبك ليليان حبيبتي، عجبك كتير. هيك بوجه نصيحة لكل الستات البيوت إنهم يعملوا أشياء بسيطة وسمبل لأطفالهم بالبيوت، ومش بحاجة إنها تروح لصالون. فهيك أنا خلصت شعرات ليليان وبقول لها نعيما حبيتي.